السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه رسالة مني محمد حجاب لك الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، وأرسل هذه الرسالة من لندن، وهي مدينة قد ولدت فيها وترعرعت فيها، وأنا أعمل في مجال الدعوة، وقد رأيت كثيرا من أتباعك هم يبدعون الناس بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين، بل يستخدمون اسمك، يستخدمون اسمك أنت، ويقولون من لم يبدع الذي بدعه الشيخ ربيع بن هادي المدخلي فهو مبتدع، فيستخدمون مبدأ التبديع التسلسلي. وأنا أقول ذلك لك حتى تستطيع أن تتبرأ من هذا، لأني أعلم وأحسن الظن بك أنك لا توافق هذا المنهج الباطل، هو التكفير التسلسلي أو التبديع التسلسلي، أنت لا توافقه، ولكن عليك أن تتبرأ من أفعال وتصرفات هؤلاء الذين يفعلون ذلك، وبسبب هذا يفرقون بين المرء وزوجه، يفرق ويمزقون الأسر ويسببون المشاكل في المجتمع. فأنا أقول لك يا شيخ ربيع بن هادي المدخلي، أقول لك بكل صراحة حتى لا يترتب، ولا أخاف عليك، أقسم بالله العظيم أنا أخاف عليك يوم القيامة حتى لا يترتب عليك عواقب يوم القيامة، أن تتبرأ من هؤلاء وجزاك، أو من على الأقل لا أقول من هؤلاء، أقول من أفعالهم. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم.